تخيل تكون داخل مستشفى مع أحد أصدقائك اللي تعرض لحادث لا سمح الله، يخرج الطبيب من غرفة العمليات ويحكي لك: والله بدي أبلغك أنه الحمد لله صديقك تعافى. في هاي اللحظة أكيد بيكون إلك نفس تهجم على هذا الطبيب وتضربه، أنه أنت بتحكي معاي على شيء مفرح، بتحكي بأسلوب حزين بأسلوب بائس. ليش؟ جرب أدخل على مسجد في خطبة جمعة وتشوف الناس نايمة، أكيد رح تعرف أنه هذا الإمام أو الخطيب اللي موجود على المنبر ما استطاع أنه يأخذ الناس إلى عالم آخر يخليه عندهم شعور عالي في الكلام اللي هو بيحكيه. معلم في داخل مدرسة إذا ما كان عنده القدرة أنه يتحكم بصوته، متى يرفع صوته؟ متى يكون عنده نبرة هادئة؟ متى يكون عنده نبرة غاضبة؟ فطلابه أكيد حيشعروا بالملل من هاي الحصة. لذلك إتقان الأداء الصوتي مش فرض على المعلق الصوتي، وإنما فرض على كل الناس.